عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. كي داير خوك؟ بخير اخوان الاخوات و جميع الناس المتابعين للقناة، الناس اللي كيشاهدونا من قريب ولا من بعيد، جميع تحت شعار كل نهار رحلة جديدة ومدينة جديدة. كنشكرو جميع الاخوان اللي على الدعم ديالهم لله مشروع. واحد النقطة الاخوان، الناس بزاف كيتفرجوا في الفيديوهات وما كاينش ما كيديروش اشتراك. كنتمنى من اي واحد تفرج في فيديو تعجبك ولو لقطة واحدة ما تنساش تشارك في القناة ودعمنا واحد شوية، باش حنا نديرو فيديوهات اخرين وموتيفاسيون الاخوان ونشجعوا بعضياتنا، نحاولوا ما امكن نشجعوا بعضياتنا ان شاء الله. الاخوان اللي نحاول نبارطاجيو فيديوهات مع الاصدقاء ومع الاهل والاحباب والناس، خصوصا الناس اللي عزيز عليهم السفر، عزيز عليهم السفر والتجوال. كل نهار كيعيش في مدينة جديدة، كل نهار كيعيش في بلاد جديدة. المهم الناس اللي عزيز عليهم هذا الميدان هذا ما نساوش بارطاجيو معهم الخوت. نهاية الرحلة ديالي كانت هي ديس الداخلة، دوز فيها واحد تحية. بعد أول حاجة الإخوان، تحية لهاد الناس هنايا، ناس الجنوب، ناس العمارة دار، عاشناهم واحد المدة ديال 3 أيام. كنت ساليت الرحلة ديالي، ساليت الخدمة البوية، ساليت شوف مدينة الداخلة، و اضطريت باش نريح واحد 3 أيام في مدينة الداخلة، يعني على ما يوجدو الوراق و السلعة و شي حويجات كانو باقيين معطلين شوية. ريحت في مدينة واحد 3 أيام و دارت في مدينة مزيان، عرفت فيها بزاف ديال الحوايج. غنشارككم معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. خرجت من المدينه البارح في العشيه مع جويه، هذيك 8 بالليل، قلت مسخسخ شويه وهادي، قلت غادي نشد الطريق بالليل ما كاينلاش. وانا لا خرجتي راك عارف خاصك شي الطريق شويه، باقي ما كاينش قهاوي بزاف وداك الشيء، خاصك تمشي شي بوجدور، يعني واحد 6 سوايع ديال الطريق ولا هادي. اضطريت باش نبات في الخرجه ديال الداخله، وواحد النقطه الاخوان تلاقيت مع رجال دارك تما، يعني كنا تما وما زينا معنا لا الماكلة لا والو. أنا كنسحب واحد ستاسيون كنت غنمشي نبات فيه، كنسحبو فيه الماكلة، الساعة لي وصلت ليه ملقيتش فيه حتى شي حاجة، لقيت فيها المواد، يعني دانون على هاد المسائل هادي. اضطريت باش نبات تما في الكارونت، الرومبا ديال الكارونت. وكنشكر بالمناسبة كنشكر رجال الدارك لي تما في هاديك البلاصة لي تعاملو معنا رجولة صراحة، تعاملوا معنا وضايفونا ورحبوا فينا. والله الا تعاملوا معنا مزيان صراحه. هذيك الخوش بتشم في الدخله ديال الخرجه ديال المدينه تاع الصباح. هذا كملت الطريق ديالي ان شاء الله، نكملوا رحله الرجوع دابا، نرجعوا لكازا ان شاء الله. الايام اللي دوزت مع الاخوان شفت بزاف ديال الحوايج، بغيت نشاركهم معكم، بارطاجيهم مع الخوت ومع
العائلة. أنا دابا خرجت على مدينة الداخلة بعدا بواحد تقريبا شي 60 كيلومتر باش خرجت على مدينة الداخلة، 60 70 كيلومتر. من الخليج حتى المحيط، يعني قطعت هذيك المسافة عاد من الواد حتى المحيط الأطلسي. واحد المسافة ماشي بزاف، واحد المسافة ديال ضربت على رجلي ابي، يعني شي ساعة ديال الطريق بحال هكا. شويه لامار شويه سبور، يعني في ظرف شي ساعة. كاين طاكسيات صغار يهزك يديك 5 دراهم البلاصة، كتجيب بوحدك راه كتخلص 5 دراهم، كتشوف جوج 10 دراهم، كتشوف ثلاثة كتخلصو 15 درهم، يعني 5 دراهم بيرسون الداخلة كاملة ديال غادا بدل. الطاكسيات كاملين غادي بهاد القانون، كتمشي بوحدك كتخلص 5 دراهم، كتمشي جوج 10 3 15، يعني طاكسي صغير مكاينش هاديك كونتور اللي بقا حساب ولا 7 دراهم ولا كونتور شحال ما ضربتي كيبقى حساب لك. لا كاينة 5 دراهم بنهار بالليل تقريبا شي 7 دراهم. بزاف كاينين موريتانيين، كاينين افريقيا جنوب الصحراء حتى هما كاينين كيعيشوا بزاف هنا خدامين، الناس كتبيع وتشري، موريتانيين حالة ديال البيع والشراء. الناس ديال الشمال ديال نادور طنجة وجدة الناس ديال كازار وبعض قريب الله، يعني جميع الاجناس كاينين هنا، جميع الاجناس موجودين هنا، الخوج وكاينة الخدمة هنا شوية، كاين الناس خدامين مدبرين على روسهم، شي عايش مع شي، يعني جميع الاجناس كتلقاهم هنا، يعني جميع كاع البلدان كاع الشمال الجنوب الشرق الغرب، وشي عايش مع شي، وكاين هنا بنادم كيخدم في الحوش بزاف، كاين المعامل ديال الحوش بزاف، الدراري خدامين في الصيد، يعني فلوكات ديال الصيد وباركواش، الناس بحال الكبروجة القديم. وبالنسبة للمعامل كاين واحد النقطة، هي بالنسبة للدريات ولا العيالات ولا هادي كيجيو هنا كيبغيو يخدمو في هادشي ديال المعامل ديال الحوش، وكيخدمو فيهم هنا في الداخلة، يعني كيوفرو ليهم بالنسبة للنساء كيوفرو ليهم السكن، يعني كتخدم مرا كيوفرو ليها السكن، راجل كيخدم كيقول لي دبر على فين تسكن، يعني النقطة هادي راه حتى كان دير لي واحد السيد. بالنسبة للكرا الإخوان، بالنسبة للكرا هنايا شوية لي كاين، هو كاين الكرا موجود، ولكن خاصك تسبق واحد المود ديال واحد 6 شهور ولا هادي 6
شهور عام كتسبق واحد المبلغ ديال خلاص ديال شهور ولا عام ولا هادي عادي يمكن لك تكون في المدينة عادي يمكن لك تلقى لي بيتري وطيلات موجودين وطيلات من الداكروش يعني وطيلات وطير رخيص دير 100 درهم شومبر ديال الناس 100 درهم يعني مزيانة في المستطاع ديال أي واحد وأي حاجة موجودة الإخوان كل شيء أي حاجة الليل يعني أي حاجة بحال الدور ديال الداخل بحال الدور ديال الجنب هنا يعني كاين واحد شوية واحد الغيزة تقريبا كتكون زايدة في المواد بالنسبة للمواد اللي كتجي بحال هكا كازا كتجي من المدن الداخلية كتكون واحد شوية ديال الهامش واحد مغيزة يعني مقارنة مع الطريق وشحال ديال الترونسبور وهادي يعني كاين واحد شوية الفرق بالنسبة لشي حوايج بحال المواد اللي مكتصاوبش هنايا كتجي من المدن الداخلية بحال الخبز وداكشي عادي المارع عادي مواد أولية تمر مزيان هنا كاع تمر مناسب هنا في البلاصة أتاي مليح الإخوان كاين واحد أتاي هنايا ناضي كاين واحد أتاي هنا معروف راه مليح الشعرة يعني الناس اللي كتشرب أتاي متعرفني علاش كنهضر كاين الباركينغات هادو بحال هكا كتلقى مرة أدرواج مرة أغوش يعني الناس اللي بغات تدار بهاد الطريق وبغات ترتاح راه كاين محطات ديال الراحة ولكن خاصك تجيب معاك المونة ديالك ماشي محطة ديال الراحة غتلقى فيها كلشي كاينة محطة كاينة بحال هاد المحطات هادو محطات الاستراحة ما فيهم شي حاجة ما فيهم لا حانوت لا شي حاجة يعني غير كتروبوزي فيها كتوقف ما فيها الأماكن الأول يعني خاصك تجي معاك البارطاج ديالك تجي ناضي خاصك تجي معاك البارطاج ديالك تجي ناضي تفوت تكون عسكري الطريق راه زوينة هنا الطريق راه مزيانة خصوصا من العيون كاع من العيون هنا الداخلة راه زربية راك غادي مرتاح يعني كاين شي نواحي في المدن الكبرى والطريق ما فيهمش ما بين خصوصا بين العيون والداخلة طريق زوينة اللهم بارك وزيد في ذلك يعني كتسوق فيها وانت مرتاح ما كاينش كاين لا زحام ما كاين لا حفاري ما كاين حتى حاجه يعني غادي في الطريق غادي في امان الله الناس هنا الناس عايشين هنا في المدينة هذه ناس دراهوش يعني شي عايش مع شي وصافي شي عايش مع شي وكل شي ميسر عندك عيش ما عندك عيش كل شيء عيش حوش اي واحد شي شيء وقفتي عليه ما يردكش الناس اللي كنت مشيت عندهم انا بغيت نخوي السلعه اللي عندي قلت لهم راه غنمشي نهبط المرسال ناخذ شويه الحوش وهادي قال لي اللي مشيتي عنده هنا هذوك لوزيناج وداكشي اي واحد وقفتي عليه ما كاينش لا غير ردك قالوا لي اي واحد وقفتي عليه ما كاينش لا غير ردك سير توكل على الله ما كاينش لا يقول لك انا اللي مشيت عنده تقول لي عطيني من ناكل وهادي الحوت راه غادي بسم الله ما غاديش يكبر فيك هذه الاجواء اللي عشنا عشت 3 ايام انا يعني مدينه كامله تساري غير هذه المسافه ديال من الواد البحر اللي قطعت على رجلي مدينه صغيره بزاف مسافه صغيره يعني شبه جزيره كبيره
الكاب. يومين ثلاث ايام كتكمل المدينة. هادشي على دوك المناطق السياحية اللي معروفة بالمدينة الداخلة، كاينين خارجين شوية، ما كاينينش الداخل في المدينة. انا خاصك تخرج شوية 10 كيلومتر 15 20، انا كتشوف كاين متشاف، كاين بزاف ديال المناظر، شي طبيعي داكشي ديال الله. وسط المدينة ما كاينش، وسط المدينة ما كاينش شي حاجة، كاين معيشة عادية كباقي المدن. اما اللي بغى يشوف وهذا خاصو يدي بلاصة شوية، خاصو يخرج من المدينة، خاصو يخرج من المدينة ويضرب واحد المسافة. شي حاجه اللي كاينه هذيك الخريطه ديال شي جزيره، وكاينه شي جزيره داخله، وكاينه لاكوت لي لاكوت ديال المدينه اللي في اكبر برات في العالم. داخل خاصك تخرج دي بلاصه، تخرج على برا في الشناب ديالها فين كاين اللي تشاف وكاين اما المدينة الداخل كاين غير كباقي المدن صافي، مرسى الجهة الاخرى، الجهة من الواد، الجهة الاخرى فيها البحر. هادشي اللي عشنا في عشت في التلت ايام هادي، فيها ناس مسالمين، ناس باغينا يعيشو، ناس دراوش. شكرا الدراري كاملين، اي واحد عرض عليا قال لي مرحبا بك
والله الا كنشكركم بزاف بزاف بزاف. يعني الناس ما كتعرفكش وهادي وكيكبروا بك يقولوا مرحبا بك عندنا مرحبا بك. يعني كبرتوا بيا الله يكبر بكم الخوت كاملين. وصل واحد الدري في طنطان ما قالش على السميه ديالو كنت جاي وكيقول لي مسكين دوز 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 جا عندي جا عندي عيط لي صوني لي. وواحد السيد تا هو في الداخل راه هادشي مش معروفين والله الجود والكرم ديالو. ان شاء الله الاخوان ان شاء الله نقول لهم نشوفوا كل اي مدينه وصلنا الان واللون نريحوا مع شي واحد من الاصدقاء ومن الخوت ندرسوا الفكره ان شاء الله ندرسوا. يعني ندرسوا يعني قبل الوقت ديال الخدمه وهذه غنشوفوا واش المستطاع ولا